عليكم، معكم وفاء من بيجو تخيفاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم هاد لا شامبون دونتيف اللي كتجي خطيره عاطيه للعين وديال ديما. نقرب لكم باش يبان لكم لارتيكل اللي اقترحت عليكم مزيان. لا شامبون دونتيف على هاد الشكل هذا، فيها حجرات بيان سيرتي وسلسله ديال النيلو رقيقه والصح والعمل. دابا غادي نشوفوا عن قرب كيفاش كتبان. لا شامبون دونتيف ديالنا على هذا الشكل هذا، الحجرات ديالها كيبري وغزالين عاطين نظره وبيان سيرتي. كيف كتشوفوا معنا الحجر مدفون في البون دونتيف. نشوفوها كيفاش كتبان من اللور ديالها، عندها هذه اللي كتشد السلسله على هذا الشكل هذا. بالنسبه للسلسله تاعها ديال النيلو رقيقه على هذا الشكل هذا، كتبان مزيان ولكن صح العمل. نبينها لكم مزيان باش تبان لكم واضحه عن قرب، وكندير لكم هاد لي فيديو ديما واضحين باش تبقاو تفرجوا فيهم وتعودوا، خفافين باش ما نكونش ثقيله على قلوبكم، يبان لكم لارتيكل مزيان على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه. وبالنسبه للشكل ديال السلسله على هذا الشكل هذا، كتجي عاطيه هكا في اللبسه، والحجر كيعطيها واحد المنظر غزال ولا بغيونز ديال السلسله ديال النيلو على هذا الشكل هذا. نقرب لكم باش يبان لكم عن قرب مزيان لارتيكل. بالنسبه لاشين هكا كتبان، والبون دونتيف على هذا الشكل هذا من اللور ديالو، اللور ديال البون دونتيف على هذا الشكل هذا كيبان مزيان. هكا السلسله اللي اقترحت عليكم كتجي على هذا الشكل هذا. وكيف سبق وقلت لكم بالنسبه لاشين فيها 39 سنتيمتر، الا كان العنق ديالك ضعيف كتجيك مزيانه، كتجيك على هذا القد هذا، والا كان شويه عامر كتجيك مقبوطه. ومن الاحسن تاخذي ديال 40 سنتيمتر باش تجيك مزيانه في العنق ديالك. ومرحبا والف مرحبا بكم، واللي بغى اي ارتيكل عجبو يصيفط ليا ميساج في الواتساب 06 23 62 52 86 وبالصحه والراحه.